ومعنا عبر الهاتف عضو المجلس الثوري المصري الدكتورة سهى الشيخ. دكتورة سهى، ما هي تفاصيل التقرير الذي أصدرته مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات حول تورط القضاء المصري في انتهاكات؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. قامت مؤسسة قرطبة بتجهيز تقرير من 250 صفحة أو يزيد يبحث حالة القضاء المصري الآن وما تم تغييره من قوانين من ساعة ما حدث الانقلاب إلى الآن. تم تسنيد بعض الإجراءات القانونية المصرية بشكل مفصل، بعد تم ذكر حالات كثيرة جدا من الانتهاكات في القانون في مصر في تطبيق القانون وفي الالتزام حتى بالدستور المصري اللي هم وضعوه. فهناك إجراءات تتم الآن في القضاء المصري تنتهك الدستور الذي وضعه السيسي والانقلاب أصلا. التقرير يشمل أيضا مقارنة بين القضاء المصري في الوقت السابق، وأنه ذكروا بأنه كان قبلا للقضاء في الشرق الأوسط وأنه من أوائل الأنظمة القضائية المحترمة، الآن فقد مكانته تماما. كان برضو جزء من التقرير ده رد على تقرير قامت الحكومة المصرية بأنها مولت شركة اسمها ناين بيدفورد رو، ودي شركة محاماة كبيرة في بريطانيا، لإصدار تقرير ضد الإخوان المسلمين ودفاعا عن النظام القضائي المصري في مقابل ما نراه من انتهاكات. فكان هذا التقرير المفصل الواعي هو الرد على هذا التقرير. نعم. بالعلم وبالأدلة وبكل شيء وتغطية كل ما تم من انتهاكات. رئيس المجلس الثوري المصري مها عزام كشفت عن نيتها تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برأيك ما مدى جدوى ذلك؟ أعتقد أنه هذا القضاء المصري سقط في عيون الكثيرين في الغرب، ولابد أن نتأكد أن المعلومات الموجودة في التقرير تصل إلى أعلى مستويات، ليس فقط في مجلس حقوق الإنسان ولكن المستويات السياسية والجهات القضائية هنا الموجودة في بريطانيا، لأنها تساعدنا نحن هنا وتساعد كل المصريين طالبي اللجوء في العالم اللي عليهم قضايا في مصر واللي عليهم أحكام ليثبتوا براءتهم أن هذا النظام القضائي فاشل وهذا النظام القضائي هو أداة في يد العسكر وليس به أي ذرة من العدل. فهذه التقارير لا تخدم القضية المصرية بشكل كبير، تخدم المصريين الذين يضطهدهم النظام بقضايا إسقاط جنسية، بقضايا إرهاب، بلوائح إرهاب، بتأميم أموال. كل هذه تدل على أن الإجراءات القانونية التي تحدث في مصر الآن تحت النظام الانقلابي لا غير صحيحة، والإنتربول لابد أن يعلم ذلك والعالم كله سيعلم ذلك إن شاء الله بتوصيل هذه التقارير ومحتواها الهام جدا للعالم كله. الدكتورة سهى الشيخ عضو مجلس الثوري المصري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.